موضوع خطير للغاية. إذا فهمنا هذا الموضوع من خلال المعلومات اللي جمعتها والتي أسأل الله أن يوفقني في إيصالها إليكم، هنفهم اللي بيحصل حوالينا وهنقدر ندرك حقيقة ما يجري في الكيان الإسرائيلي بالضبط ومستقبل هذا الكيان. في سنة 1999 حينما قمت ببث حوار الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر، الشيخ أحمد ياسين قال بعض العبارات اللي هزت الدنيا في ذلك الوقت. لما سألته عن مستقبل إسرائيل قال لي: أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. في ذلك الوقت لما بثت الحلقات قاموا الصهاينة العرب وقالوا: الشيخ أحمد ياسين بيهرطق، الشيخ أحمد ياسين بيحلم، الشيخ أحمد ياسين بيتكلم في خزعبلات. لكن أنا وقتها لما سألت الشيخ أحمد ياسين قلت له: لماذا هذا التاريخ تحديدا 2027؟ قال: أنا بستشفه من القرآن، أنا مرجعي في تفسير أحداث الكون هي مرجع استشفاف قرآني. قلت له: إيه استشفافك القرآني؟ فقال: إن ربنا كتب على بني إسرائيل التيه 40 سنة، وبالتالي فإن الأجيال تتغير كل 40 سنة. الجيل الأول كان جيل الهزيمة في سنة 48، الجيل الثاني هو جيل الاستعداد، وقال الجيل الثالث إن شاء الله هو جيل النصر واسترداد فلسطين. المدة اللي حددها الشيخ أحمد ياسين لما الدنيا هاجت فيها اللي هو 2027، وكان في مدى كبير جدا بين الكلام اللي طلع في سنة 99 وبين اللي بيحصل دلوقتي، وقتيها الدنيا هاجت وقالوا عليه هذا الكلام. لكن في سنة 2002، يعني بعد 3 سنوات فقط من خروج الشيخ أحمد ياسين وكلامه حوالي نهاية إسرائيل في سنة 2027، واحدة من أهم المجلات السياسية الرزينة في العالم اللي هي مجلة نيوزويك الأمريكية طلعت الغلاف بتاعها لتتساءل عن مستقبل إسرائيل، وقالت إن هذه الدولة الإسرائيلية من خلال الدراسات اللي نشرتها واللقاءات اللي عملتها مع كتير من المؤرخين الإسرائيليين حتى واليهود وغيرهم، إن هذه الدولة دولة بلا مستقبل. مستقبل إسرائيل الكلام عنه إن إسرائيل في طريقها إلى الانهيار بدأ سنة 87 مع بداية الانتفاضة، لكن الأبحاث العلمية والكلام الدقيق بدأ في 25 سنة الأخيرة ياخد أبعاد مختلفة حتى من الإسرائيليين أنفسهم. الشيخ أحمد ياسين لما قال هذا الكلام في ذلك الوقت واللي لازال يتردد صداه إلى اليوم وكانت مرجعيته فيه قرآنية، في واحد تاني أنا استضفته مرجعيته توراتية يهودية وهو يهودي، هو الحاخام ديفيد وايس. وديفيد وايس هو كان الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا، وناتوري كارتا تأسست سنة 1935، انتبهوا للتواريخ كويس، 1935، وإسرائيل قامت على أنقاض فلسطين 1948، يعني قبل ما تقوم إسرائيل. وكان دور هذه الجماعة اللي عدد اليهود المنتمين ليها في أنحاء العالم ما يزيدش عن 1,000,000 واحد، ومركزهم الرئيسي في بروكلين في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هدفهم الرئيسي هو عدم قيام دولة لإسرائيل. ليه؟ لأنهم بيقولوا وفق التوراة حتى المحرفة اللي عندهم أن الله سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل الشتات، وبالتالي لابد أن يظل اليهود مشتتين إلى أن تقوم الساعة، وأي محاولة لجمع اليهود في مكان واحد هي عصيان لله وعصيان لأمر الله علينا بالشتات. وده الكلام ده طلع قاله عندي الحكام ديفيد وايس، وعمل ضجة كبيرة لأنه طلع بعد في سنة 2003 تقريبا في الحدود ديت وقال هذا الكلام، فعمل ضجة كبيرة أن واحد يهودي وحخام متعصب ملتزم باليهودية، وإن دي جماعة بتنادي بهذا الأمر، قالوا إسرائيل دولة ضد الله لأنها خالفت تعاليم التوراة في إن اليهود يظلوا مشتتين في أنحاء الأرض. الرؤية كانت بقول كانت لنا جارة في بغداد، هذه الجارة إيش؟ يهودية كبيرة عجوز، فدخلت البيت عند إمي تبكي. طب فإمي بتقولها: ليش أنت بتبكي واليهود فرحانين؟ اليهود فرحانين على إيش؟ على الدولة. فقال سمعتها بتقولها إنه هذه الدولة وجدت لذبح اليهود، يعني ما قالها ذبح اليهود، وراح تدوم 76 سنة، راح تدوم 76 سنة. فأنا لفت انتباهي، قلت: طب امرأة عجوز تقول هذه الدولة لذبح اليهود، تحليل سياسي، ممكن تحليل سياسي، بشك هذه مؤامرة هيك تحليل سياسي، لكن 76 معناته ممكن يكون في عندهم نبوءة جماعة. طب وإذا عندهم الجماعة نبوءة احنا نصدق يعني؟ لا، لكن القرآن ايش يقول؟
وآتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فيفترض النبوءة وين تكون موجودة؟ في التوراة. ضروري تكون التوراة محرفة كلها. إذا تحرفت كلها معناته مش هي، معناته مش هي. شو معناته محرف؟ هو وفي عليه زيادة وفي منه نقصان. الرؤية التوراتية دي بتتفق مع رؤية قرآنية أيضا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المفسرين قالوا اسكنوا الأرض يعني تشتتوا في الأرض، في كل الأرض وليس في مكان واحد. هنا في توافق في الرؤية، ولما ترجعوا أفضل حد تسمعوا منه التفسير ده برؤية واقعية وتطبيقية الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، اسمعوا منه تفسير سورة الإسراء، عامل فيها إسقاطات على الواقع بشكل فيه اجتهاد علمي موزون جدا، هيفسر لكم هذا الموضوع بشكل كويس جدا. أنا عندي إسرائيل على لسان رئيسها بتنهار، أرى أمام عين الانقسامات في داخلنا والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ. خلي بالكو، ارجعوا للي الشيخ أحمد ياسين قاله 2027، واللي هم نفسهم قادة إسرائيل بيقولوا الآن 80 سنة، يعني 2028. الشيخ أحمد ياسين قال 27، هم بيقولوا 28. هم خايفين من 2028 جد، لأن الدولة الإسرائيلية أو اليهودية لما قامت مرتين في التاريخ، مرة قعدت 77 سنة ومرة قعدت 80 سنة فقط. هم خايفين من موضوع 80 سنة ده. وبعدين 80 سنة أيام الله هي الأيام الهجرية مش الميلادية، انتبهوا، أيام الله تحسب بالشهور الهجرية وليس بالميلادية. فاحسبوا بقى 80 سنة على أيام الله التي ذكرها في القرآن وليس على الميلادية اللي اخترعوها بعد 300 سنة من الميلاد. قال: لا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ خلال عهدي مملكة بيت داود والحمشونيين نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل وانهارت مرتين قبل أن تبلغ 80 عاما. إحنا لما جي يوصف الوضع الراهن في إسرائيل، لما سألوا المذيع قال إسرائيل في مصيبة. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام رئيس الموساد الإسرائيلي. إسرائيل في مصيبة. وبعدين قال أنا سأبلغ 70 من عمري، ولو كان أحدهم سألني قبل سنة أو اثنين أو ثلاثة هل ستكون هذه صورة إسرائيل الحالية، لقلت له أنت تهبر. الكلام ده سيبكم اللي هم بيعملوه مع بعض الدول العربية الصهيونية اللي بتدعمهم، القصة دي قصة مختلفة. أنت تبص لكيان الدولة الآن، لواقع الدولة، لجوهر الدولة، لانهيار الدولة، لوضع الدولة من الداخل. في قبل كم يوم أنا حطيت على موقعي على تويتر أستاذ عالم اجتماع إسرائيلي طالع يستشهد ليهم بآية من القرآن الكريم، وبيقول لهم احنا اللي القرآن قالوا علينا 1400 قبل 1400 سنة احنا بنحققه دلوقتي، اللي هو يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تشوف الفيديو، الفيديو انتشر على نطاق واسع جدا لعالم الاجتماع الإسرائيلي هذا. وهنا يا جماعة لما بقول للشيخ أحمد ياسين بقول له إسرائيل كيان ضخم والعالم كله بيدعمه ودولة نووية ودولة تملك من القوة، فأنت إزاي تتكلم على دولة زي دي وتقول لي والله الدولة دي هتنهار بعد 25 سنة؟ فالشيخ أحمد ياسين استشهد بآية قرآنية: المسلم لابد أن يكون موقنا بآيات ربه يقينا لا يحتمل. لما يوقن بآيات الله سبحانه وتعالى ويوقن بما ذكر الله سبحانه وتعالى بيعيش مرتاح، لأن اليقين يبعث السعادة والطمأنينة في نفس الإنسان. أرجع على الشيخ أحمد ياسين وسنة 99 لما قال لي أنا بستشف من القرآن الكريم إن موضوع نهاية إسرائيل لا يرتبط بقوتها، لا يرتبط بما تملكه من أسلحة نووية ولا من دعم خارجي، ولكن أنا بستشف هذا من القرآن الكريم. قلت له قل لي كيف تستشف من القرآن الكريم؟ فقال لو رجعنا لسورة الحشر نجد أن حتى المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم، ربنا قال لهم: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوت وعيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية مش عايزة شرح، الآية عايزة فهم، الآية عايزة إيمان، الآية عايزة إدراك أن هناك حبل من الله وحبل من الناس. مش لازم إسرائيل يعني لازم تسقط ولا 2028، لأن قيام الدول وسقوطها مرهون بأن الله يؤتي الملك والذي يحدد لحظة النهاية. ممكن تكون كل عوامل السقوط موجودة بس لحظة النهاية يؤجلها الله سبحانه وتعالى إلى أجل، فبالتالي يعتبر انتهى الآن. الانقسام موجود، الخطر موجود. أنا لازال عندي معلومات كتيرة بس مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، وعايزكم تركزوا في الحاجات اللي أنا كلمتكم فيها النهاردة بشكل مهم علشان تفهموا إن الوضع مش عاطفي، الوضع معلوماتي، الوضع بقى توراتي، الوضع بقى قرآني، ولازم نفهم الأمور من جوانبها المختلفة.